الباب لقد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة الجديدة من روضة القرآن، ونحن مع الحلقة 36 بعد 100 من سورة الأعراف. كنا قد بدأنا حديثا عن قصة موسى وفرعون، وقلنا أن قصة موسى وفرعون هذه قصة للأجيال القادمة كلها. يعني قصة للأجيال القادمة، يعني كل واحد فينا يرى نفسه إما أن يكون موسى وإما أن يكون فرعون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، وبعدين قتل نفسا كما تعلمون، ولما قتل نفسا هرب، خرج منها خائفا يترقب، هاربا إلى قوم مدين، وبعدين لبس فيهم سنين، وبعد سنين اختاره الله عز وجل لكي يبعثه رسولا إلى فرعون، فعاد إلى فرعون رسولا. الموقف البسيط ده الدرس الأول. الدرس الأول إنه قد تجد شاب أو رجل في أي دولة من العالم فقير ضعيف، ليس ذو مكانة علمية، سافر إلى دولة ما، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في المال أو في التجارة أو فتح عليه في العلم والشهادات، وبقى له مكانة مرموقة. هل يا ترى هو راجع، وهو راجع إلى بلده هيبقى راجع زي ما خرج؟ هو كان خارج يعني غلبان ويدوبك لاقي كرسي في الطيارة، ولا يمكن مش مسافر بطيارة أصلا، لكن راجع حاجة جامدة. هل يا ترى ده كان سيدنا موسى؟ سيدنا موسى لما رجع هو كان خارج خايف، فخرج منها خائفا يترقب، لكن لما رجع كان راجع معاه بينة، معاه علم، معاه رسالة، معاه نبوة، معاه معجزات. فلما جه موسى بقى بيكلم فرعون، فبيقول له بقى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. احنا في سورة الأعراف طبعا، القصة دي وردت في سور كثيرة. فسيدنا موسى بيقول لفرعون: يا فرعون أنا رسول من رب العالمين، وحقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وأنا متمسك بالحق ومش هقولك إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم. وعلى عادة الأنبياء كان كل نبي بيجي معاه معجزة أو معاه دليل على أنه نبي. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا عبيد هنا في مصر، في مصر كانوا اليهود يعملون عبيد هنا في مصر، فكان سيدنا موسى عاود ياخذ العبيد ويرجع بهم إلى بيت المقدس أو إلى بلاد الشام، بلادهم يعني. فهل يا ترى كان متوقع أن فرعون يقول له: طب اتفضل يا موسى خد قومك أهو وامشوا؟ ما فيش أي حاجة في العالم بتيجي كده سهلة، لازم صفقات. فرعون قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. مش أنت بتقول لك نبي؟ ورينا. مش أنت بتقول أن أنت بقيت عالم وخدت نوبل؟ مش أنت بتقول أن أنت بقيت كده؟ ورينا، ورينا حاجة من أنت وصلت لها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، رمى العصاية فبقت تعبان كبير قوي. وإيه كمان؟ ونزع يده، حط يده جنبه وطلعها، فإذا هي بيضاء منورة، فيها نور نورت للناس كلها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دول معجزتين كبار كده. قال الملأ من فرعون: إن هذا لساحر عليم. لا 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 لا، ده هو المرة دي جايلك ساحر، ده ساحر جامد، يريد أن يخرجكم من أرضكم. يضحك بقى على بني إسرائيل ويقول لهم: لا، ده بيضحك عليكم بالضحكة دي أو بالسحر ده عشان يخدكم من أرضكم. لا، ده دي بقت أرضكم دلوقتي، لأن طبعا وإن كانوا عبيد، بس العبيد دول هم اللي بيعملوا كل حاجة، النجارة والزراعة وعمارة الأرض، يعني هم اللي بيعملوا كل حاجة. فلو دول مشوا، يعني في دول كثيرة، دول كثيرة في العالم من ضمنها مثلا دول الخليج، كانت تعتمد في وقت ما على كل العمالة اللي جاية من الدول الفقيرة أو من آسيا أو من كده. لو في واحد جه قال للناس دي كلها تمشي، طبعا يحصل خلل إداري والدول دي تقع، لأن الناس دي وإن كانت جاية من بلاد كتير إلا أنها هي اللي شايلة البلد. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ هتعملوا إيه؟ قالوا: أرجيه وأخاه، سحر بسحر نجيب له سحرة. قالوا: أرجيه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. طبعا موسى عليه السلام ما كان يستطيع أن يجمع السحرة، السحرة دول موجودين في الجبال وفي القرى، وكان زمان العهد قريب، وحتى هذه اللحظة السحرة موجودين في كل البلاد، في كل القرى، اللي بيلعب بالتعابين، واللي بيلعب مع القرود،
واللي بيعمل مسامير كده وينام عليها، واللي بيحط الجاز في بقه وينفخ ويطلع نار، واللي بيعمل بكرة كده دايرة ويخش جواها سحرة، كل واحد بيلعب لعبة، واللي بيحط العصاية على راسه كده ويقعد يمشي بيها، ها، واللي بيقعد يعمل كور مش عارف ايه، سحرة، كل واحد بيعمل حرفة او بيعمل حاجة يسحر بيها اعين الناس، حاجة يعني صعبة على الناس شوية. فالمهم بقى قالوا له طيب، قالوا ارجيه واخاه ارسل في المدائن حاشرين. وموضوع السحرة دول كانوا يجتمعوا زمان في مواسم بيحددها الفرعون، بعد ما انتهت الفراعنة وجات الدولة الإسلامية بدأوا السحرة يلتقوا في الموالد. وكان موالد الأولياء في كل القرى والمحافظات فرصة يلتقي فيها كل ذي حرفة أو ذي مهارة أو حد بيعمل حاجة خفة يد يعني، ها، والناس تقعد في حلقات ويقعدوا يشوفوا ده ويشوفوا ده ويلفوا البلاد وخاصة في الموالد. قالوا أرجيه وأخاه أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون. مين اللي جاب السحرة؟ فرعون. موسى ما يعرفش أي حاجة عن السحر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. السحرة اللي جايبهم مين؟ فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. تحب ترمي أنت العصاية بتاعتك ولا نرمي إحنا الأول؟ سيدنا موسى قال ألقوا، ارموا أنتوا الأول. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. هو ده السحر. السحر ده موجود حتى هذه اللحظة، سحر نقول عليه خفة اليد، سحر لدرجة أنه دلوقتي بقوا يعملوا برامج، كانوا يعملوا برامج الماجيك أو برامج السحر، ونشق الراجل نصين ونجيب واحدة ست نحطها في صندوق ونشقه نصين، واحدة الناحية دي واحدة الناحية دي، ونجيبها تاني ونحط واحد ويقع في الأرض، وبعدين نفتح الصندوق ما نلاقوش، وبعدين كلام بقى كده سحر جامد قوي قوي قوي. المهم إن الكلام ده بيعجب الناس والناس نفسها، رغم إن إحنا في عصر يعني ما يستحملش الأعاجيب، إحنا في عصر الأجهزة والإلكترونيات والتصوير بالإنفراراديشن، كلام كبير يعني. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. وحتى السحر وعيون الناس دي خلي بالك ان الكلام ده مش صحيح، لانك انت لو فاهم صح مش هتنخدع. احنا دلوقتي عندنا حاجات ألعن من السحرة، في حاجات اسمها الخلية الضوئية، انت ممكن تيجي على باب، الباب ده بيعمل بالخلية الضوئية، اول ما تعدي ها يروح الباب ده يا اما مقفول يا اما مفتوح، بيشتغل بالخلية الضوئية، انت قطعت شعاع ضوئي. او مثلا في بعض الاجهزة بتشتغل بالذبذبات. يعني ايه ذبذبات؟ يعني مثلا انت هتشغل جهاز بالذبذبات هتقول له افتح يا سمسم، هتقول له افتح يا سمسم، يروح موصل دايره كهربيه منور لك النور، مشغل التلفزيون، مشغل التكييف، كذا كذا، انت عايز تمشي اقفل يا سمسم، يروح قافل. يعني مغاره علي بابا بقت لها اجهزه. مغاره علي بابا والسحره بتوع زمان دي بقت اجهزه وبتتباع. اجهزه وتتباع، سواء اجهزه بتعمل بالصوت، بصمه الصوت، اجهزه دلوقتي بتعمل ببصمه. يعني انا مره دخلت مع زميل، دخلت معاه بيته، فقال انا هوريك جهاز جديد انا اشتريته. فالجهاز ده يعني بيعمل بصوت كده عامل زي البسبسه بس كده، فهو قال بس، راح الباب مفتوح بتاع الشقه اتفضل، ودخل الاوضه قال بس، راح النور منور، وبس راح التلفزيون، وهكذا. وخرج، هو خرج قال بس، راح. يعني في اجهزه بتشتغل، مش افتح يا سمسم، ده مجرد انك تصفر. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر زمان لما كان يتعمل زمان كان يبقى يخلي الناس كده يعني تفتح بقها، انما السحر دلوقتي لا، خلي بالك ده في خدع علميه، في خدع علميه، وفي خلايا ضوئيه، وفي اجهزه صوتيه، وفي حاجات بتتغير انت ما تاخدش بالك منها. يعني زمان لما حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح من مكه الى المدينه، راح من مكه المكرمه الى بيت المقدس ورجع في نفس الليله، قالوا له ده ايه ده؟ احنا بنضرب اكباد الابد شهر رايح وشهر جاي، شهر رايح وشهر جاي، وانت تقول ان انت اسري بك ورجعت في ليله واحده؟ ايه ده؟ ده كلام يخش العقل. لكن الان لو واحد خرج بطياره من مكه المكرمه او من مطار جده وراح الى بيت المقدس ورجع في نفس الليله عادي جدا، شيء عظيم يعني لا غرابه فيه. فما كان زمان معجزات، النهارده بقى بالنسبه لنا اشياء طبيعيه. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موضوع السحرة ده موضوع طويل، إن شاء الله هنكمله في الحلقة القادمة من روضة القرآن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.